أخبار اليوم. موقع أخبار اليوم وصحيفة أخبار اليوم وكل العاملين فيها طبعا يشرفني أن أكون متواجد معاكم. والله بص هو البرنامج يعني إن شاء الله بإذن الله أتمنى أن هو يعجب الناس، لأن أنا قابلني فيه مواقف كتيرة جدا، وفي ناس كتيرة زعلت، وفي ناس غبت، وفي ناس جريت، وفي حصل مشاكل جدا في بيتي وحصلت مشاكل معاهم، بس الحمد لله الحمد لله بعلاقتي مع الجميع علاقة كويسة، والحمد لله كل النجوم اللي جولي كان لهم كل تقدير واحترام. يمكن حتى في يعني على فكرة معظم البرنامج بتاعي في أكشن، في مشاكل، في بادي جاردات، في خناقات، في تكسير، في كل حاجة يعني. إن شاء الله بإذن الله الناس هتشوفها، لأن المواقف كان صعب، ويمكن الحمد لله يمكن كان في 30 نجم معايا ب 30 موقف مختلف. كل نجم درست الشخصية بتاعته إزاي إن أنت تقدر تخرج منه الشخصية اللي جواه. فطبعا في ناس كثيرة جدا، طبعا حوالي يمكن 7 حلقات أو 8 حلقات، 7 نجوم رفضوا إن البرنامج بتاعهم يتذاع، وطبعا أنا هم أصدقاء ليا وبحترمهم جدا، وده لا يقلل مني ولا يقلل منهم خالص، لأن في الأول والآخر هي وجهة نظر. والحمد لله الحمد لله ان انا قدرت في خلال 4 شهور اللي فاتوا دوت، رغم ان انا كان في برنامج ليا في لبنان وقابلني انتقادات كتيره جدا، بس الحمد لله الحمد لله تكتمي على برنامج المشاغب قدرت ان انا اكمله، والحمد لله ربنا وفقني. واتمنى يا رب ان باذن الله اول ظهور ليا في دخولي عالم البرامج ببرنامج جديد اللي هو انتوا اطلقتوا عليا الاسم، والنقاد والجمهور هم انتوا اللي اطلقتم اسم المشاغب، فحبيت ان انا اول ظهور ليا ليكم باذن الله مع البرنامج اسم المشاغب. فان شاء الله اتمنى ان انا ربنا يوفقني في اول تجربه. صورت طبعا التصوير كله كان في البيت، وطبعا انتوا عارفين ان الموضوع صعب جدا ان انت ازاي تجيب نجم عندك البيت، لان معظم الفنانين ومعظم لعيبه الكوره لما بتيجي تقابلهم بتقابلهم بره، بتقابلهم في كافيه. فعايز اقول لكم حاجه، والله بجد انا عشان خاطر ان انا اجيب النجوم دول كنت بحاول ان انا اعمل اي موقف عشان خاطر ان هم يجوا البيت، لانه كان معظمهم كلهم لانه معروف ان هو بيت اللي انا عايش فيه. فعشان انت تجيب النجم وعشان تجيب لاعب كوره او فنان ان هو يجي لك البيت ده كان في حد ذاته صعب جدا، لدرجه ان احنا كنا يعني شويه نقول لهم طب احنا نبعت لكم عربيه تجيبكم، وكان بيحصل تاخير منهم، وكان موقف صعب جدا. وان انت كمان بتدرس الشخصيه ديت، معظمهم فيه يمكن في ناس كثيره جدا زمايلي، وفي ناس كثيره جدا اصحابي اللي هم مش قريبين ليا قوي، بس كنت اعرفهم شخصيا. فعشان خاطر ان انت تاخد الشخصيه بتاعتهم ديت، وان انت تجيب الشخصيه ان انت تعمل فيهم الموقف ده، كان من اصعب المواقف اللي قابلتني. وطبعا في لا هو الموضوع كان استضافه، عني المفروض يعني في ناس كانت بيتقال لها برنامج، وفي ناس كان بيتقال لها فيلم، وكان في ناس بيتقال لها مسلسل، وكان في ناس بيتقال لها ان في برنامج بره. يعني قدرنا قدرت ان انا اتغلب على الموضوع دوت بالشكل ده. ما هو الحل الوحيد ان هم يجوا كان هيجي بالشكل دوت، وان كنت لازم اقول لهم ان المنتج وصاحب الشركه وصاحب الانتاج عندي في البيت. فطبعا كان يعني الحمد لله قدرت ان انا اوصل لهم طبعا بعلاقتي معاهم، فالحمد لله كان بصراحه كان كله كان موافق في الحته دي، كان بيجي في الميعاد ده. وفي ناس طبعا كانت بتاخر، في ناس ما جاتش، فالحمد لله يعني قدرت ان انا اكمل ال 30 حلقه بصراحه. انا سعيد، وانتظروني على اخبار اليوم. كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم، ويا رب يا رب تعود البسمه تاني، وكل سنه وانتم طيبين وسنه سعيده عليكم ان شاء الله.